السلام. ازيك يا بنتي؟ ازيك يا حاج؟ عامله ايه يا بنتي؟ عايشين ببركه رضاك يا حاج. ربنا يكرمك. الواد اهو زي ما وعدتني بقى. انت لسه عند قولك ولا غيرت؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا بنتي؟ حيوان اشتغل في حته واحده. اقول لك ايه، اشتغل ولا لا؟ يا ابني بالراحه على الواد ده، يتيم مش حنة. ميرسي معلم اسماعيل. ولا شاطر كتير انت. نورت وانست يا هاني. يومين كده وبعتي لي سعادتك السواق بتاعك تكون الحاجات جاهزه. صباح الخير يا اسماعيل. الحاج بيقول لك طوق كده ولع بخور على بال ما يحصلك. يا واد بطل حاج لحسن تتقصف رقبتك. الحوازك اسماعيل. روح انت يا اسماعيل الحق وقتك. الحاج صحى اهو. يلا يا واد مالك واقف كده ليه؟ يا حسنة بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الصلاة على النبي. كبرت البنت وبقت حلوة ما شاء الله، ما شاء الله بقت عروسة. اهو الحاج دي اهو، تعالى سلمي. تعالى. يا اهلا بالناس القرابة. ازيك يا حاج زهرة؟ الحمد لله. ازاي الاولاد عاملين ايه؟ ما شفتش العروسة بتاعتها؟ بسم الله ما شاء الله بقت عروسة. اكبر في قلبك ما شاء الله. مين يا سعاد؟ يو ما بتردش ليه البت دي؟ المفتاح ده اسماعيل. امال الحاج فين يا اسماعيل؟ مشوار كده يا حاجه، ساعه زمن بالمشيئه ان شاء الله. خلاص بتعيطي ليه؟ ده فرح البت كبرت وبتتجوز ولا عشان كبرتك؟
زغرتي كده وهياسي ده فرح يا بيت. سيبك يا زهر. الصلاة على النبي عليه، الصلاة على النبي عليه، ما شاء الله. حسن يا اختي الفستان. ها يا بنتي، قلت لي وكيلك مين؟ يا حسن انا خايفه عليها يا حبيبتي يا اختي. انت هتندبي يا وليه ولا ايه؟ ده بدل ما تدعي لها ربنا يقومها بالسلامه يا رب. بسم الله الشافي المعافي. ومهنا بالسلامه يا رب والنبي. يا رب يا حسن اسمع من بقك ربنا يا اختي. لها ساعة هنية من عندك وارزقها بالخلف الصالح. بارك لها في عقلها وفي خلفتها وببيتها يا رب ببركة القرآن الكريم. سمي حامد اسمك. طيارة جاية من بعيد. أنا مش عايزة أكل. أنت لازم تأكل يا حبيبي. يلا بقى افتح بقنا عم. خلاص مش عايز تأكل. عارفة يا شاهي، ها بعدين بقولك بعدين. أوكي
في واحد عايز دكتور سامح. مدام سامح بتقول لك في مكالمه علشانك، هتاخدها؟ ماشي يلا يلا حبيبي. مين؟ واحد ما قالش مين. طيب اتفضل. خدي قلم معاك. الو مين يا سامح؟ مدام نواره. لا لا يا مدام، ازاي بقى؟ طبعا عرفتك، ده انت صوتك مميز جدا اطلاقا، مفيش اي ازعاج، انا تحت امرك. ده انا كنت لسه هطلبك. سلام. بقول لك ايه، مش هكمل عشاك يا حبيبي. طبعا مش فاضيلي، بتكلم الست السهواكه على راي نهى. لا مفيش اي حاجه. بص يا ستي، انا طلبته. ممكن تتقرب وتتعبتك معايا؟ انا عارفه. علشان ايه ده؟ تقولي بقى على البني ادم لما يبقى قليل الحيله ويسقط على كنز حلمين، يطمع بقى ولا ما يطمعش؟ شويه الحاجات دول هيخلوا الواد صالح مراته وشعر بعض. صالحها ولا حطوا محتمل؟ مين ازاي؟ اسم صالح ده من ذوقك ومروتك. واحنا فين نسرق ولا صالح؟ يا بني ادم شغل مخك شويه. الواد لسه يرجع يلاقي الحاجات الحلوه دي كلها. حبيت ان مراته هي اللي عاملاها. طب والله ومالك عليا حلفان، انا لولا العشر ما كنت سمعتك صوتي تاني ولا طلبت منك ايها حاجه. والله العظيم ينزل على بيت حماد وقال خلاص. هو ده بقى تقولش اللي بتقول عليه؟ ايوه، وطبعا هيتاخر عندها شويه. تسلم لي ويسلم حسك في الدنيا. فاهم يا اخ؟ مش فاهم. انا عارفه ان سعادتك حقك تظن فيا ببدائك، لكن ربنا وحده اللي عالم ان انا ما عملت حاجه غير اني وصلت. انا مش قلت لك هاتي كل سختك معاك وما تسيبيش حاجه تخافي عليها في الشقه؟ يعني هي هتروح فين يا ماما؟ يا بنتي انت غير اني وصلت للاخر وصدقت كلمه ولد. ايه الحياه؟ هو جايز يعمل اي حاجه؟ الا انا كنت اقدر اقول له. وايه اللي هعمله انا دلوقتي؟ تصرفي. لا سامعاك سامعاك. هاتيهم قبل ما يرجع من المكتب. جرايه يا راجل انت، ما توطي الكلام ده شويه. عايزه تجري يطلبوا لنا البوليس؟ اطمن يا عم. اسمعي الكلام يا بنتي. قولي خالص اهو. انا عارفه بقى اهو نصيب. تقولي بقى على الشيطان اللي وزعه عليا وقسى قلبه عليا ونساه عوده. يوه هيك اهو. مش فلوسنا دي يا هانم، مش فواتير تليفونات بتتدفع. حرام عليكي حرام. خلي عندك دم ووطي صوتك. البنايه فيها اللي مكفيها، وبعدين دي ملهاش غيرنا. الله ها ملهاش غيرنا؟ انا مش عارف يا اختي، ملهاش غير مين ولا مين ولا مين؟ على راي المثل اللي اشتحت وسط البلد. ايه ده يا مفيدة؟ بتعملي نص كيلو اللحمه كله؟ نص كيلو اللحمه كله يا مفيدة؟ يا مفيدة استوعبي بقى، استوعبي بقى. خبراتي كذا مرة عشان تستخدميها وانتي ما بتستخدمهاش على الإطلاق. خبراتك؟ طبعا. هو فهم الناس ده مش موهبة نادرة جدا يا مفيدة. الله يسامحك يا جوز خالتي. اشمعنى يا حبيبي؟ اهو جوز خالتك ده بقى عنده جزء من الموهبة دي. ليه بقى؟ انه جوزك عنده الموهبة كاملة، والدليل على كده ان جوز خالتك وافق عليا بدون اهتمام بالشكل ولا لون الشعر عامل ازاي ولا العين ولا ده بياكل همبرجر ولا ده مش عارف يلبس محزق. وده العلم اللي غفل له جوازه من خالتك. ومن هنا بقى يا مفيده نقدر نعرف ان البني ادم ده. نقدر نعرف ايه يا نقاوه جوز خالتي؟ قلتي لي بقى اقعدي بقى ونتكلم. مش قاعده. طيب خليكي واقفه. اقول لك انا بقى، انا ليا واحد صاحبي دكتور بيطري قال لي ان حته اللحمه دي لو عملتها على نص كيلو. ايه ده؟ انت عامله كيلو؟ انت عامله كيلو؟ لا انت مفيش فايده فيك يا مفيده، مفيش فايده فيك، مفيش فايده فيك. مدام نواره، انا عايزك تنسي كل تفاصيل خارجيه
ملهاش علاقة بالمشكلة الرئيسية. أيوه لا حضرتك مش فاهماني، أنا أصلي مانيش طرف يعني في الموضوع بشكل إن أقدر أحكم مين فيكم اللي غلطان، مين سبب المشكلة، ولا الموضوع مسألة تقييم أخلاق. أعذري صراحتي، أنت اللي طلبت رأيي في الموضوع مش كده؟ أيوه أنت طلبت مني أتدخل بشكل معين. طبعا يا ستي مصلحتك تهمني، بس عشان ابقى واضح مش مصلحتك لوحدك. لا معك حق سعادتك. نعم ازعل، ولما ازعل منك انت امال احمد ربنا واشكره على مين بقى؟ وأسفة مرة تانية على هرشة المخ اللي جبتها في إيدي وجيت لك دي. وانت من أهل باي. ايه يا نوار يا بنت حسني، فدي جرابك باين انه الزمن اتعدل وقعد لك ولا ايه؟ نوارة نوارة انت نايمة؟ عمك رياض غلطان، غلطان قوي كمان، بس هو بجد ما كانش يقصد ده. هو حتى قاعد بره عمال بياكل في روحه، هو حتى اللي قال لي ادخلي شوفي البنت عامله ايه، لا تكون زعلت ولا حاجه. شكلك كده مش مصدقاني، بس هو صدقيني طيب، طيب قوي، غيرش بس يعني شويه كده حنجرته يعني لخمه شويه بتنقع عليه زي ما تقولي، بيقعد يزعق يزعق وما بقاش داريان هو بيقول ايه، بس طيب. بتحبيها أبلة؟ أنا مملكش أحب غيره بعد جرة العمر دي كلها، كفاية يعني إن هو راضي بواحدة. أنت عارفة بقى حكاية الخلفة والعيال يا تاني يا أبلة، وأنا ما كنت أصبر. حيلك حيلك، فيه هتقلي بيها افلام عربي ولا ايه؟ الراجل ما يعيبوش غير جيبه، وعمك رياض بخيل ما يتعيبش يعني. كفايه ان انا عارفه كويس قوي ان انا لو كنت مكانه لا كنت هصبر ولا حرضة زي. Thank you.
ايوه يا طنط معلش انا مش سامع حضرتك. ادهم كويس؟ ماله؟ بيكح؟ انجل سامح ماله؟ طنط هو حضرتك ليه موطيه صوتك قوي كده؟ اه فاكراها اه استهواك مالها. طنط هو شريف جه ولا لسه؟ ده ماشي من هنا من اكتر من ساعه. زمانه جاي يا حبيبتي، تلاقيه جات له ولاده متعثره فجاه كده ولا حاجه. ادهم نايم جنبي زي الملك. بقولك ايه، انا كنت عايزه اقولك حاجه مهمه. عمك سامح محيرني شويه. البنت دي اللي ابوكي متجوزها، سوري يا بيبي مش قصدي ابدا، قصدي البنت اللي بتقولوا عليها ايه دي، البنت المسهوكه. طب اسمعي هكلمك بعدين، باي باي. نام تصور، نام وانا شخصيا ما نمتش في العاده، احنا اللي بننام وهو بيفضل صاحي. هقوم اخده بقى واديه. نو ليفي مير I'll take him to his bed when I go to bed. اوكي. يا سلام. ايه ده؟ نوى امامي. بقولك ايه يا سامح، كنت عايزه اقولك حاجه مهمه جدا جدا. نعم جدا. نعم يا روح. مالكش دعوه بالولد، عايزه اقولك حاجه مهمه قوي. انا سامع تليفون بيرن. لا مفيش تليفون بيرن، اصل انا كنت عايزه اقول لك حاجه مهمه فعلا. لا التليفون بيرن بس الولد يصحى بعدين. شوفي الولد ايه اللي بيصحى، مفيش حاجه بترن خالص. مش بقولك تليفون بيرن يا ست هانم. يا ترى مين؟ مين؟ نوها. قالين يا حبيبتي مالها طنط شاهي جنبي اهي قاعده زي القمر اهي قدامي، وانا انا زيها زي القمر برضو. يعني مفيش حاجه. الله، امال طنط ما كانتش بترد على التليفون ليه؟ انكل هو شريف جه ولا لسه؟ لسه. طب بليز والنبي يا انكل اما يجي خليه يكلمني ضروري. باي باي. ماما ايه بس يا ماما، ايه اللي قوامك يا حبيبتي؟ هو مش الدكتور قال لازم تستريحي خالص عشان الدواء يعمل مفعوله والضغط ينزل؟ كل اللي يجيبه ربنا كويس يا بنتي. ما روحتيش ليا نهى لجوزك ولابنك يا ضناي؟ هو انت حمل شيل الهم ده كله؟ ربنا يسامحهم. شيل ايه بس يا ماما؟ طب هو انت ناسي انا في التسعه ببقى عامله ازاي؟ لا بس لعلمك بقى انا المره دي مخليه بالي كويس قوي عشان مش عايزه اتخن. تخني ايه يا نهى يا ضناي؟ كل ده بينزل في ميه العيل. انت عايزه ما تاكليش وتتمقتي وتقعي من طولك ما تلاقيش حد يشيلك. ليه بقى؟ ربنا يخليكي ليا يا ام حامد وام نهى وعلاء وتشيلي يا رب. اشيل؟ خلاص يا نهى، امك ما بقتش بتشيل غير الهم يا دنيا. حقك عليا، انا يا بنتي اللي كان المفروض اشيل عنك اي حاجه، بس هعمل ايه؟ ذنبك في رقبة ابوك يا نهى. ذنب ايه يا ماما؟ ذنب ايه؟ وبعدين تعرفي بقى انا ذنبي هيبقى في رقبتك انت صحيح لو ما قمتيش دلوقتي حالا دخلتي المطبخ وعملتيلي حاجه كلها بقى. بصي بقى انا هنادي الواد علاء ونيجي نسليكي. حبت عين امه لسه قافله على نفسه الباب. يعني نهى انا ماليش نفسي يا ضنايا. خدي اخواتك وقفوا في المطبخ كله مع بعض تفتحوا نفس بعض. انا هخش اصلي يا بنتي، اتوضى واصلي. وجودك انت اسمعك واراك واحسك والمسك ولا اثق في وجودك. ايه ده المسك؟ ايه يا حامد؟ لا عيب يا حامد ما توصلش لغايه كده.
هي ايه؟ هتبقى اسمعك واراك واحسك. كويس اول الكلام كده. علاء ايه يا نهى؟ خضتيني. لماذا يا شغف الفؤاد؟ يا سلام، خضتك ليه يعني؟ يا سلام، ام كلثوم مره واحده قالوا ماما فاكراك يا حبه عينها قاعد جوه وفالق نفسك من العياط. يا نهى يا نهى، والله العظيم انا كمان زعلان ومتاثر برضه. لا ما هو واضح، واضح قوي. يا نهى يا نهى، حاولي تفهمي وجهه النظر اللي هي اللي انا قلتها. يعني هي صحيح ماما طلبت من بابا ان هو يطلقها، لكن دي تنفيذه. ازاي يعني؟ يعني ولا بابا هيطلق ماما اصلا، ولا هي اصلا عايزه تتطلق. بتحصل برضو. طب كويس بقى انك صاحيه، عشان النبي يا نهى تساعديني في ان انا احفظ البتاعه دي. ونبي امسكي سامعيني من اول هنا. طب وجوازه؟ لا انا مسالت، قصدي ما فكرتش فيها، بس هو اكيد في غلط في الدفاع. احنا لازم نظبط الباكات بتاعتنا مظبوط كده، وهي كل حاجه تمشي تمام ان شاء الله. امسكي انت بقى سامعيني من اول السطر. هو بصي، ما عنده انشوده انت، بصي لغايه يا فؤاد، يا ايه، يا شغف الفؤاد. ماشي. شغف ايه؟ استغفر الله العظيم. طيب استغفرك واتوب اليك يا رب. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبلة سعاد، يا ألف بركة إنك قمتي بالسلامة يا أبلة، يا ألف بركة. يا ما أنت كريم يا رب، يا ما أنت كريم يا رب. والنبي يا أبلة، أنا أول ما سي علاء قال إنك رقدتي قلت لا لا يا بيتي يا زينب، لازم تعملي بأصول الجيرة. ما الحاج إسماعيل مغرقنا من كبرنا لصغيرنا ومن صغيرنا لكبرنا، رايح جاي في الحتة. يدينا الخير كله يا أبلة، دي يدينا الخير كله. اللي قالولي يا أبلة هو إيه اللي نابكم؟ علاء، يعني انت عايز تفهمني انك قاعد مشغل ام كلثوم وبتقلب في ورق حامد اخوك من وراه كده؟ ما داهيه لا تكون بقيت مثقف انت كمان زي اخوك. لا اله الا الله، سبحان الله. الواحد مش عارف يعمل معاكوا ايه، قاعدين تقولوا لي مفيش في دماغك غير الكوره اهو بقى فيها. ايه ده؟ سامعه؟ ايه ده؟ ماما بابا بيتخانقوا تاني علاء. خربتيها وجايه تقعدي على دلاها. دلاها يا بليه، هو انا اللي كنت اشتغلت جوزي يا ماما؟ يا ماما انا ليه دلاها؟ اعمل فيكي ايه دلوقتي؟ صاحبتك محتاجه تطمني على خراب بيتك. يا ماما على خراب بيتك. يا ماما يا ماما يا ماما، انت اللي جابك دلوقتي بس يا زينب. مين دي علاء؟ مين دي مطلتا انت تعرفها؟ يعرفني ده يا حبيبتي، ومن السهرات الخبر في الجرايد. يا ماما يا ماما خلاص ساعه والفضل في الجرايد. يا ماما دي شغف الفؤاد بس، والله العظيم ما قلت لها حاجه. يا امك اللي هوريك تعبر، وانت كمان استنى عليا، استنى عليا على ما وريتك بره. طيب بره يا بنيه، بره يا جزم. ولا الله اكبر، ومن شر حاسد اذا حسد. ربنا يحميك يا حبيبي ويكفيك شر الحسد يا رب. قادر يا كريم. الحمد لله رب، الحمد لله. شفت يوم ما نجحت انت ما كنتش مصدقاني. 59.7 هتاكلينا ايه بقى؟ هتاكلينا ايه؟ الف مبروك، الف مبروك يا سي علاء، الف مبروك. بس الف مبروك يا واد يا سيد، استنى لما تجيك حلاوه البشاره. الله رب. بقول لك ايه بقى، شاكرين شاكرين. يلا بقى خلي بالك من السلم. الحلاوه يا اخي، خلي بالك من السلم بقى. يلا الحلاوه. يلا بقى يا سيد، خلي بالك من السلم يا حبيبي. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه ده كده يا ام حامد؟ ماشي ماشي، ما تخافيش يا زين، مفيش حاجة هتفرق بين حبنا أبدا. جاي لك يا زينب، جاي لك يا زينب. بس بس شش بس.
حامد؟ هي حصلت يا حيوان؟ واقف عندك بتعمل ايه؟ ما ترد؟ طبعا مش قادر ترد. ما انت هترد وتقول ايه؟ هتفضح نفسك؟ انت كنت في السطح يا علاء. في السطح يا علاء. في السطح يا علاء. حامد اسكت اسكت، مش وقته يا حامد، مش وقت هزار يا حامد. حامد ابوس ايدك ابوس ايدك يا حامد. اسكت اسكت حامد. ساكن في حي السيده وحبيبي الساكن في الحسين. استنى بس وعشان انول كل الرضا اطلع من السطح مرتين. يا اخي ده انت بايخ والله. واسمار يا اسماراني. استنى بس ليه بتطول عليا؟ اوعى والله. استنى بس والله. تعال بره. تعال بس يا علاء. يا علاء يا علاء في ايه يا اولاد؟ انتوا اتخانقتوا مع بعض يا حامد؟ لا ابدا يا ماما، بس وطي صوتي والنبي، مش عايزين حد يحس. يبقوا اتخانقتوا مع بعض يا حامد. لا 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 لا، مفيش خناقه ولا حاجه، ربنا ما يجيب خناق. ده احنا كنا بنتناقش مش كده برضه يا حامد؟ ده فعلا حقيقي. يعني تقدري تقولي اختلاف اذواق؟ لا خد عيني شوف بيها. شوف بيها ايه يا ولد؟ خالتي الابله بتقول لك ايه يا بنت؟ مالك مسروق عليا؟ قابلت مين اللي بتقول لي؟ يوه ده نسيت الست في المطبخ، زمانها استوت. سوسو. نعم سوسو، عملت لكم اوسو بوكو بالجراتان مع النجيم صوتي. عايزاكي تشوفيه سوا ولا لسه؟ وماله يا اختي زي بعضه، بس عنك انت حاسبي على هدومك. لا انا لابسه التبليحه بس طمني، بس عايزاكي تدوقيه. خلي عنك انت يا ماما، اصل انا عز الاوسو بوكو ده قوي. طب حاسب يا حبيبي انفخ فيه عشان ما يلسعش بقك. ودي طالع. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بختك. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو مش كده؟ اللهم صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. ثانية واحدة. اللهم صل على النبي. يا سلام. ايه ده؟ شفتي؟ انت مش هناس. كنت عايز اقول لحضرتك على حاجة. ده وهل انا كمان والنبي. يا عم استنى، يا عم استنى، مش عارفين الكلام. انت اشمعنى انت؟ قعدتك كتير مع نوها مش مريحاني. يوه بنتك ايه يا حامد؟ مالك يا واد ومال اختك؟ اهلا وسهلا. مال اختينا؟ مالها بقى اختي؟ لا ده انا كنت بقول اختي حبيبتي ونور عين. يا سلام. يوه شفتي مش هقولك؟ هو ايه ده اللي مش بتقوله؟ هو في ايه؟ ايه يا نهنوها يا حبيبتي؟ ما كوعتيش شويه ليه جنب ابني؟ ما جاليش نوم يا ماما. اقولك هي طنط شاهي حبيبه قلبي اللي هتقولي حامد كان بيتكلم عليا صح؟ اطلاقا. معقول يا نونا يا حبيبتي اي حد يقول عليكي حاجه وانا موجوده؟ شوف بقى لول، لما حد تقيل يدخل عليك وانت تبقى قاعد تصفر، تضم بقك لقدام كده وتروح مصفر له وتقول له يا خفه يا خفيف. خفيف قوي يا واد. انت هتضربيني ولا ايه؟ بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. هم دايما كده مع بعض يتنقروا. استغفر الله العظيم يا رب. ربنا يخليهم لبعض. يا رب. لطاف جدا. ايه بت مالك لازقه كده ليه؟ ما تدخلي على المطبخ. هو انت يا اختي ما خلفتيش حد تاني بعد شريف ليه؟ اصل في الحقيقه الستاديز بتاعتي والسفريات والكونفرنس وكده سرقني الوقت. بس سامح سامح مصمم عمال يلح عليا بالذات اليومين دول. بقولك ايه، ما تيجي ندخل المطبخ نشوف القصه باكو. ماما هتقررها يعني هتقررها. عيب وهي سوسو هتفوت الفرصة دي برضو؟ أيوة بس دي ابتدتها من زمان قوي. واد يا لولي. إيه؟ شايف اللي أنا شايفه؟ يا ساهي يا اللي بتطول على مهلك أنت. واخد بالي. مش دي برضو النسخة الحريمي بتاعت حنتيرة؟ يا عبيط، هو حنتيرة وحش؟ وبعدين انت لازم تواكب التطور العلمي، ولا انت عاجبك مشوار السطح طالع نازل كده وشكلك بقى وحش؟ شفتي مش بقولك ده رخم؟ ما تجيبش معايا تاني بقى. ولا يا علاء حامد شش، هتصحي الواد ابنك. كنت بتكلم عليكي. طب ما انا عارفه. بقولك ايه، هو علاء بيبص للحاجه دي؟ حاجه؟ يا خساره يا نهى، خلاص نسيتي أصالة الحارة حكم الجيرة؟ يا خسارة يا نهى، يا خسارة يا نهى،
يا خساره يا نهى. حامد. نعم يا نونا. نونا انا هدخل ابص على ادهم، مالكش دعوه بشريف. شريف؟ اه صاحب الدبله. مالكش دعوه بجوزي لغايه ما اجي. ماشي تمام يا باشا. طيب ايه؟ ايه؟ لا كويس. محمد رسول الله، خد يا ريس حاجه ساقعه. وعندنا ثلاث مدد. ليه يعني؟ يا عم ثلاث مدد، هما مدتين بس. امسك يا نسا يا عم، ادفع الفاو. عايز كام باقي يا عم؟ هات اللي تجيبه. هات يا عم. بترن اهي لسه. الو ثانيه واحده. الو ايوه يا حنتير، المعلم عندك برضو؟ طب متشكر. هو في البيت؟ طب هينزل؟ طب سلام بقى عشان المده قربت تخلص. خلاص انسى ولا تعملي مكالمه تانيه. وعيش وموت وانا